أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم، ودعنا تلك أئمة السلمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وكراماتهم ومعاجزهم ومعارفهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. لا يزال الكلام حول السيرة المهدوية على صاحبها آلات السلام والتحية تحت عنوان شبهات وردود، واليوم كلامنا حول السؤال 30 أو 30، هو ما وجه الحكمة من مناولة الإمام العسكري عليه السلام لسانه الشريف لولده الإمام الحجة المنتظر الله نفداه عندما ولد ليشرب من لسان أبيه، كما أوضحت الرواية التي ذكرناها سابقا موجودة في إكمال الدين للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، وهي رواية جليلة يعني فيها عدة مضامين، رواية الطهوي عبد الله الطهوي. الجواب على السؤال هو التالي: إن وجه الحكمة في مناولة الإمام الحسن العسكري عليه السلام لسانه الشريف لولده الإمام المعظم حجة المنتظر الله نفداه بعد ولادته ليشرب منه اللبن الإعجازي أو العسل أو شراب الجنة، للدلالة على أنهم ليسوا كبقية الناس يحتاجون إلى الشراب والطعام المادي الدنيا، بل هم أرقى من ذلك، فهم أفراد متميزون بالمعرفة والطاعة بالله تعالى، وهم سفراء وحجج منصوبون بالتبليغ لله من قبل الله تبارك وتعالى، والمنصوب من قبله تعالى مسدد بالكرامات والمعاجز، فطعامهم وشرابهم ليس كطعامنا وشرابنا، مع التأكيد على أن الشارب والمشروب منه رجلان عظيمان عند الله تعالى، فهذه كرامة لهما حتى يقوى إيمان الشيعة بهما كحجج منصوبين من قبل الله تعالى. هذا واحد. ثانيا، في حديث متفق عليه بين العامة والخاصة عن النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله يقول أنه أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، وهذه موافقة للآيات المتعلقة بنبي الله إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفيني. فإذا كيف إذا بات عند ربه يطعمه ويسقين؟ لأنه العبرة بالروح وليست بالمال. فإذا كان إذا كانت الروح قوية انقاد إليها البدن، وهذا ملحوظ حتى عند المرتاضين. المرتاض عادة هو أهل اليوغا يصلون إلى مرحلة أنه لا يأكلون بالنهار إلا تمرة، وبعضهم يقول كل 3 أيام يأكل تمرة واحدة. فإذا كان أهل اليوغا فهؤلاء أناس كفرة وفجرة أو صوفيون وما شابه ذلك، منحرفون عن طاعة الأمر وعندهم هذه الرياضات التي من خلالها ينقاد الجسم إلى البدن المادي، فكيف بسفراء الله تعالى حجج الله على خلقه على عامة خلقه؟ أهل البيت عليهم السلام هم أشرف خلق الله، فإذا كان الملائكة إذا كانوا لا يأكلون ولا يشربون، وطعامهم وشرابهم هو التسبيح والتكبير والذكر لله، فكيف بأصل وجود الملائكة
أئمة أهل البيت هم أصل وجود الملائكة. الملائكة من الشيعة الأمة الذين خلقوا من أنوار الأنوار. فإذا الملائكة لا يأكلون ولا يشربون فكيف بالذين من أجلهم خلقت الملائكة وخلق الكون بأسره؟ فإذا الروح أرواحهم مطهرة بما أنها وصلت إلى أوج العظمة فليست بحاجة إلى طعام وشراب، وإنما هذا الطعام والشراب هو من باب حتى لا يؤله الأئمة الأطهار، لأنهم ليسوا بحاجة إلى أكل وشرب وما شابه ذلك، بل ما كانوا يفعلونه إنما هو فقط من باب أنه هو تنزيل أنفسهم منزلة الناس العاديين، وأظهروا لنا خصائص ومكرمات وفضائل لهم، ولكن هم في الواقع ليسوا بحاجة إلى هذه التي أظهروها للناس. يعني إن والله بيمشوا على وجه الماء وبيطيروا في السماء وما أدري شو، كل هذه كرامات من باب أنه تقريب الفكرة إلى الناس الناسوتيين، يعني الماديين الذين لا يؤمنون إلا بالملموس يعني وما يحسونه في عالم الخارج من الماديات والمادة. النفس البشرية كما يقولون النفس البشرية إذا تعالت على المادة والماديات حينئذ بعد ليست بحاجة إلى طعام وشراب. فكيف بهؤلاء العظماء الذين هم فوق المادة والماديات، هم من عالم اللاهوت من عالم الملكوت، يعني ما فوق عالم الملكوت. عالم الملكوت فيه عالم عالم النبيين وعالم الأولياء وعالم الملائكة، يعني عالم الجبروت اللاهوت اللي هني أئمتنا الأطهار في هذه العوالم. استكبرت أم كنت من العالين؟ لاحظوا في التفاسير موجودة عندنا هذا، استكبرت أم كنت من العالين عندما أمر إبليس الملعون بالسجود لنبي الله آدم ورفض السجود، ظن منه هو قاس، أول من قاس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والقوي عادة الضعيف يسجد للقوي، بما أن النار أقوى من الطين فيفرض أن تكون المعادلة معكوسة، عم يعترض على الله، يعني يفرض أنك تؤمر آدم بالسجود لي. المهم أنه رفض السجود وجابهه الله تعالى بهذه الكلمة، استكبرت عن السجود للنبي آدم لنبيه أم كنت من العالين، يعني من العالين الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم لأنهم أفضل من آدم. نعم القوي الفاضل لا يسجد للمفضول، يعني أما أهل البيت فضلاء لا يسجدون للمفضول وهو آدم، فآدم يسجد إليه يعني يجعلهم قبلة، السجود بمعنى جعلهم قبلة، يعني كما أن أولاد يوسف أولاد النبي يعقوب النبي يعقوب سجد لابنه وسجدوا لأخيهم يوسف عندما دخلوا إلى مصر وخروا إليه سجدا، المعنى الآية سجدوا جعلوه قبلة لله، وهكذا الملائكة جعلت سجدوا للنبي آدم جعلوه قبلة لله تعالى. فالملائكة اللي على رأس هؤلاء الملائكة ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل وعزرائيل كلها الملائكة الكروبين سجدوا أول الساجدين للنبي آدم، حري بهؤلاء روح القدس اللي بتحدث عنه الروايات، كل الملائكة ما في استثناء والله أنه والله في روح القدس استثنى من السجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني أتى بضمائر متعددة للتأكيد على مسألة السجود لنبي الله آدم عليه السلام. فإذا كان النبي آدم أفضل من هؤلاء الملائكة العظام بطريق أولى أن يكون شنو؟ أنه يكون آل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من هؤلاء الملائكة برمتهم بأجمعهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارفع درجاتهم. إذا إمام المنتظر عندما شرب من لسان أبيه فهذا للتدليل على أن هذه كرامة، هذه معجزة، وهذه لا تحصل إلا للأنبياء وللأولياء صلوات المعصومين صلوات الله. هذا السؤال 30. سؤال 31 هو ما هو روح القدس الذي يوفق ويسدد الأئمة ويربيهم كما ورد في نفس هذا الحديث حديث عبد الله الطهوي، قالت سيدة حكيمة فقلت وما هذا الطير، عندما أخذ الطير أخذ الإمام المنتظر
وانا مشير للحديث ثم قال الامام عليه السلام فرددته السيدة حكيمة تقول فرددته إلى أبي محمد يعني الإمام المنتظر إلى أبيه والطير ترفرف على رأسه فصاح بطير منا فقال له احمله واحفظه ورده إلينا في كل 40 يوما فتناوله الطير وطار به في جو السماء واتبعه سائر الطير فسمعت أبا محمد الإمام عليه السلام يقول استودعك الله الذي أودعته أم موسى موسى فبكت نرجس فقال لها اسكتي فإن الرضاع محرم عليه إلا من ثديك وسيعاد إليك كما رد موسى إلى أمه يعني رد الله موسى إلى أمه وذلك قول الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. قالت السيدة حكيمة فقلت وما هذا الطير؟ قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة عليهم السلام يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم. هذه أنا يعني أجرينا بحثا طويلا في المسألة لا أريد أن أشرح على الورق ولكن باختصار باختزال أولا هذه الرواية الشريفة اللي رواها عبد الله الطهاوي لو فرضنا بصحة سندها يعني في سندها فيه إشكال ولكن نحن نسلم صحة السند أن هذا المقطع هذا المقطع يعني الرواية كلها صحيحة ولكن نحن نشك بهذا المقطع هل صدر من الأئمة الأطهار أم لا. عند الشك لا يمكننا الجزم بأن هذا المقطع يعني هو صادر من الأئمة الأطهار وسهل على المزيفين أن يضعوا مثلا جملة أو كلمة في حديث أو خبر حتى يحرقوا مسار الحديث من أساسه أو ينسفوا الحديث من أساسه. ولكن من نسلم جدلا وفرض المحال ليس محالا أن هذه الفقرة هي واقعا صدرت من الإمام الحسن العسكري. نريد أن نوجه هذه العبارة التي هي من المتشابهات هذه العبارة متشابهة. وجه التشابه هي أنه أولا الملك يوفقهم ويسددهم ويربيهم معنى ذلك على أنهم محتاجون للملك. بعض عملون إنما سجدت الملائكة للنبي آدم لأنه أفضل منهم. بشو أفضل منهم؟ أفضل منهم بالعلم أفضل منهم بالطاعة. الطاعة فرع العلم اليقيني. هلأ العصاة لما يعصوا نحن لما نناصر ما بيكون عندنا علم يقيني بالله. اللي بيوصل إلى العلم اليقيني بالله أصلا لا يمكن أن يعصي الله. اللي بيعصي الله عادة بيكون عنده ظن بالله الظن بيستبع أنه تغلب النفس الأمارة على العقل الظني إن صح التعبير. عندنا عقول ظنية مش عقول يقينية. عقل اليقيني تغلب عليه الطاعة أما العقل الظني تغلب عليه الشهوة تتحكم به الشهوة النفس الأمارة بالسوء. هون مأمور المؤمن أنه يصل إلى مرحلة اليقين. اليقين عبر الرياضات الشرعية يعني عبر الصوم صلاة حج زكاة إلى منالك زيارات توسلات أذكار أحياء ليل وما شابه ذلك غض الطرف مثلا إلى منالك القوانين الظاهرية التي أمرنا بها الأئمة الأطهار مثلا القوانين المسلكية والقولية والفعلية مأكل مشرب ملبس إلى منالك كل هذه قوانين تروض الإنسان المؤمن على الطاعة. إذا روضته على الطاعة جلبت له اليقين. يعني كلما التزم الإنسان أكثر بهذه المسالك والمشارب أو بهذه القوانين الشرعية كلما حصل على نوع من اليقين درجة من اليقين إلى أن يصل إلى مرحلة اليقين المطلوب اللي هي دون مستوى اليقين الأئمة الأطهار. لا يمكن لأي إنسان حتى الأنبياء لم يصلوا إلى مقام الأئمة في اليقينيات. يقينهم أعظم اليقين إيمانهم أعظم الإيمان. يعني ما في ملك ولا في نبي مرسل وصل إلى مرتبة الأئمة آل الله لم يصلوا إلى مرتبة آل الله من حيث الكمال المعنوي والجلال الإلهي إلى فإذن طيب ملائكة سجدت للنبي آدم بكونه أعلم منهم هذا متفق عليه بنص الآيات والأخبار. كيف هذا الخبر أو المقطع من هذا الخبر يشير على أن الأئمة عليهم السلام بحاجة إلى الملك
ملك روح القدس يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم. هذه قرينة العلم هي خربت المسألة. ويربيهم بالعلم، يعني هم كانوا جهلاء حتى يربيهم بالعلم، ما كانوا موفقين حتى هو جاء ويوفقهم، ما كانوا مسددين مثلا حتى لو كانوا صغارا، هم مسددين صغارا وكبارا، يعني ما بيفرق الصغر السن في تسديدهم وفي إعطائهم العلم. إذا كان الخضر عليه السلام هو تلميذا عندهم، هو تلميذ عندهم، فمعه العلم اللدني. بالغض عن ذلك، النبي عيسى هو أحد تلاميذته وأعطاه الله تعالى النبوة وهو في المهدي صبيا. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهو كان يعني يتكلم بالحكمة منذ الصغر. مولاتنا زينب تكلمت وهي عمرها سنتين أو ثلاث سنوات إلى مهمل. فكيف الإمام المنتظر أمل الأنبياء والمرسلين، أمل العباد الله الصالحين، أمل الملائكة الكروبيين، هو بقية الله الباقية صلوات الله عليه. نزلت الآيات الصخرة فيه صلوات الله عليه، وحدثت عنه الأنبياء، حدث عنه الأنبياء والمرسلون والأولياء. كيف يكون هذا المقطع المتشابه حاكما على كل هذه الآيات التي نزهت الإمام المنتظر عن جهل حتى لو كان صبيا؟ لو لم يكن إلا آية التطهير لكفى بها زاجرا لهذا المقطع المتشابه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صغارا وكبارا. ما في فرق بين الصغر والكبار، هم مطهرين منزهين عن الجهل، عن الحاجة إلى الآخرين، لا سيما الملائكة، هم مش بحاجة إلى الخلق، يعني الأنبياء بحاجة إليهم، هم ليسوا بحاجة إلى الأنبياء، الملائكة بحاجة إليهم، الملائكة بحاجة إلى آدم، النبي آدم، كيف أنه يعني يحتاج لأما إلى الملائكة طريق، أو الملائكة يحتاجون إلى آل البيت بعدما كانوا محتاجين إلى النبي آدم. فإذا هذا المقطع نسميه مقطع متشابه لابد من علاجه، إما طرحه من أساسي نقول هذا مش صحيح، ولكن نحن ليس من شيمي على الطرح، يعني الجمع أولى من الطرح، فإن أمكننا الجمع بها ونعمة، وإن لم يمكننا الجمع حينئذ بعد نقول أنه نرد علمها إلى الأئمة الأطهار كما جاء في الخبر، يعني بمعناه أنه شيء لا تعرفونه تجهلونه فردوا علمه إلينا حتى يأتيكم العلم، يعني يصلكم العلم اليقين إلى مهمل. إذن القاعدة تقتضي نقول هذا المقطع المتشابه هذا لابد من تأويله، لا نطرحه للوهلة الأولى لأنه متشابه، نحاول أن نحيله إلى المحكمات، نحيله إلى آية التطهير، نقول هو يصادم آية التطهير، فإذا هو ليس مشروع، يصادم الأخبار الأخرى التي دلت على أن الأنبياء حتى روح والملائكة حتى روح القدس هو بحاجة إليه، هم بحاجة إليه، يعني الملائكة كلهم بحاجة إلى أمة أهل البيت. ماذا نفعل حينئذ؟ ما تأويلك يا حمود؟ نقول التأويل هو التالي، يعني من نتصرف بالعبارة، نقول أنه يوفقهم بعد توفيقهم، يسددهم بعد تسديدهم، يعني يزيدهم توفيقا، يشوف بالعلم يعني يوفقهم بالطاعة، وهن أطوع خلق الله تعالى، يوفقهم يعني أنه أخذوا الإمام المنتظر إلى تلك العوالم، توفيق بهذا المعنى، يعني أخذه هذا الملك للإمام عليه السلام، أو أنه جنو أكد له التوفيق، أكد له التسديد، مش أنه والله كان لم يكن مسددا ثم سدده، يعني كان جاهلا ثم علمه، كان مثلا والعياذ بالله حاشا، وكان يرتكب يترك الأولى ثم مثلا الملائكة تركت الأولى صباح الدنيا. المهم أنه نتصرف بالعبارة بحيث أن تتلائم مع آية التطهير والأخبار الأخرى التي دلت على أنهم هم أطوع خلق الله وهم أعلم خلق الله، وليسوا بحاجة إلى من يربيهم بالعلم ويربيهم ويسددهم ويوفقهم. هذا واحد. اثنين، هو في تقدير مضاف، يعني يربيهم يعني يربي شيعتهم،
يوثق شيعته، يثبت شيعته. نسبوا شيعتهم إلى نفسه، يعني صح هذا المقطع عن الأئمة الأطهار لما قال أنه يوثقهم، يعني يوثق شيعتهم المنسوبين إليه، جعلوا الشيعة بمثابة أنفسهم. يعني بدل ما يقول يوثق شيعتنا قالوا يوثقهم، يوثقهم، يوثق يعني يوثق الأئمة، يعني شيعة الأئمة، مش أنه يوثق الأئمة. لأن التوثيق فرع شنو؟ فرع عدم التوثيق. يعني لما بيكون في توثيق معناتها بالأول ما كان في توثيق ثم صار في، صار هناك توثيق. ما كان في تسديد ثم صار هناك تسديد. ما كان في علم ثم صار هناك علم. هذا إنما مخالف للآيات المحكمة التي دلت على أنهم علماء أطهار مسددون، ليسوا بحاجة إلى من يسددهم، هم بحاجة إلى الله تعالى الذي يسدد هؤلاء المطيعين، هؤلاء العرفاء بالله تعالى. فإذا يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم، هذا يوفق الشيعة المنسوبين إلى الأئمة، يسدد الشيعة. مش فالي هلا كل واحد منتسب إلى الشيعة صار هو مصدق، فالي هلا بترية ونواصل، ما له علاقة بالشيعة. الشيعة إن من شيعته لإبراهيم، أي القرآنية، إن من شيعة سورة الصافات وضحتها الأخبار، قالت إن من شيعته يعني الأنبياء والمرسلون والملائكة الكروبيون، مو هول الشيعة مثل الشيعة، هول الشيعة هلا والله لا يصدق عليه حتى المصطلح المجازي لكلمة شيعة. يعني حرام واحد يطلب كلمة شيعة على هؤلاء الأوصاف منحرفين عن طاعة الأئمة، بل كلمة موالي لا يصح إطلاق عليه. يقول هولي شنو مسلمون ظاهريون، حتى كلمة مسلمون ما بعرف أنا قد هؤلاء المشككون بتريون نواصب، يعني هذا الكلمة نواصب أفضل، أفضل مصطلح عليه. إذن يوفقهم يعني يوفق الشيعة، يسددهم يسدد الشيعة. وهذه عليها قرائن متعددة، منها مثلا ما ورد عنهم صلوات الله عليه أنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت في غديركم لازلت مسددا بروح القدس ما دمت معنا. الروح القدس الذي أشارت إليه، أشار إليه هذا المقطع عندما قال إمام الحسن العسكري مولاتنا حكيمة، هذا روح القدس الموكل بالأمة، يعني الموكل بشيعة مش الموكل. اثنين ثلاثة من نسلم فرضا موكل بالأمة، موكل بحمل يعني روح القدس حمل الإمام المنتظر مثل ما حمل برحلة الإسراء والمعراج البراق، مثل ما البراق وهو كما تقول الرواية تصفه هو أدون من الحمار، أعظم من الحمار وأدون من الفرس، هو كان خادما عند رسول الله، يعني حمله لرسول الله وقطع فيه أشواط متعددة، أميال مليارات الأميال إلى مهنئة. فروح القدس هو يعني بمثابة البراق، هو تشريفا للإمام المنتظر، بدل ما يحطه على البراق حطه شنو على جناح الملك، أعظم ملك، هذا تشريفا للإمام المنتظر. هلا إن قيل مثلا والله طيب إنه رسول الله، طيب ليش الله وضعه على البراق في حين إنه يعني عم تقول يا حمود إنه والله الإمام المنتظر، يعني كأنه كأنك تشير إن الإمام المنتظر أعظم من رسول الله لأن الله وضعه حمله على جناح الملك. لا، ما في ملازمة بين الكلمات. أولا رسول الله حمل على البراق لأنه رسول لا لأنه ولي، ولو كان يعمل بالولاية لكان حمل على شنو، حمله روح القدس، وكان مأمور بالرسالة، مقتضى العمل بالرسالة أن يحمله البراق لا روح القدس، مقتضى العمل بالظواهر، لأنه يمن بيعمل بالرسالة يمن يعمل بالظواهر، والذي يقول صلوات أتيتكم بالظاهر والله تولى السرائر. يعني أنا ما بناقش الناس، ما بحاسب الناس على سرائرها، أنا أعرف سرائر الناس ولكنني لا أحاسبهم على سرائرها. الذي يحاسب على السرائر هو الإمام حفيدي، الإمام المنتظر صلوات الله، الذي يحمله روح القدس على شنو، على يحمله بصدره، يضعه على جانحه، يضعه على رأسه، لما نالك تشريفا للإمام المنتظر، هذا أنه الولي الخاتم. ليش نحن بالزيارات والروايات نقول خاتم الأنبياء؟ كيف رسول الله خاتم الأنبياء؟ رسول الإمام المنتظر خاتم الأولياء والأوصياء، هو آخر ولي لله تعالى. فإذا يفرض أن تقوم أن يحمله الله تعالى على
أجنحة الملائكة، وأعظم ملك عنده هو روح القدس. هذا تشريفا للإمام المنتظر صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نتصرف بالرواية في هذا المقام الموكل بحمل الإمام، بحمله ليقطع الأشواط هذه، يعني يخرجه من عالم الناسوت ويضعه في عالم اللاهوت، في عالم الجبروت، يعني يقطع العوالم الملكوتية اللي فيها الملائكة وفيها الأنبياء، يضعه في مكان عند الله تعالى، هي نسمى العالم اللاهوت أو الجبروت وما شابه ذلك. هذا بدأ شنو؟ بدأ ملك عظيم أعظم من جبرائيل وميكائيل. لسه جبرائيل صلوات الله عليه عندما حمل كمان رافق النبي، لما وصل إلى عالم الملكوت وأراد النبي أن يدخل إلى عالم اللاهوت والجبروت، فوقف جبرائيل قال تركتني يا حبيبي يا جبرائيل؟ قال يا رسول الله ما أقدر بعد أن أتقدم خطوة معك، ولو تقدمت خطوة لاحترقت، يعني أنا نهمت إلى عالم الملكوت فقط. عالم الجبروت هذا مش من نهامنا نحن الملائكة، هذا خاص بك وبأهل بيتك الصاهرين، ولو تقدمت خطوة لاحترقت. طيب الإمام المنتظر صلوات الله تقدم خطوات مثلا، يعني لأنه روح القدس أعظم من جبرائيل وميكائيل، هذه الوظيفة موكل فيها روح القدس مش جبرائيل، حمله روح القدس الذي قطع هذه عالم الملكوت وصعد إلى تلك العوالم. إذن روح القدس موكل بحمل الأئمة، إذا بدنا نجير العبارة على ظاهرها، يعني موكل بحمله مش موكل بأنه يربيهم ويسددهم، يربون في الحضرة الإلهية، يعني مو بحاجة إلى ملك أنه يربيهم، فيهم يربيهم طعمين ويسيهم، يعني إلا أنه يربيهم في دارها. أهل الجنة يأكلون من دون واسطة ملائكة، كل ما يشتهي الإنسان في الجنة يكون أمامه، إذا كان هو في الجنة مش بحاجة يجيب له الملك ويجيب له صحن أكل، يعني مثلا ما في منا هذه بعالم الجنة، أبيت عند ربي يطعموني ويسقين، ما في داعي لهذا المثال. بعدين شو بده يربيه بالعلم؟ كيف بالعلم؟ يعني مني بحاجة إلى النبي آدم، بحاجة إلى الإمام المنتظر، وصورة القدر هي نزلت في الإمام أما الأطهار صلى الله عليه وسلم، تنزل الملائكة روح القدس هو الذي ينزل، تنزل الملائكة والروح بإذن ربي، الروح الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ينزلون كلهم والروح. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أنه عندما سأله بعضهم أنه يعني ما معنى روح القدس أو الروح، ما معنى الروح الموجود المذكور في سورة القدر، قال الروح أعظم من جبرائيل وميكائيل. شو بيقول له ذاك؟ بيقول له لقد أشركت الويلك، ثم يتابع بيقول له أنه الملائكة تختلف عن روح القدس، ولا لو كان روح القدس هو هذا الروح من جنس الملائكة ما كان ميزه بالعبارة تنزل الملائكة والروح فيها، فهو ليس من سنخ الملائكة، يعني ليس من طبيعة هذه الملائكة اللي جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، هو ملك يختلف بخصوصياته، بيختلف بتكوينه عن بقية الملائكة. هلأ شو هي هذه الخصوصيات؟ ما أفصحت عنها أخبار مطهرة. الإمام عندما عند ظهوره الشريف يفتح عن حقيقة روح القدس، هذا الملك الذي كان الذي حمل الإمام المنتظر أو الذي ينزل في ليلة القدر، على إذا 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 بقينا على العبارة أنه ملك، لأنه روح القدس هو طارة يحمل على الملك وطارة يحمل على له عدة معاني. روح القدس له عدة معاني، بمعنى الحياة، بمعنى القدر، بمعنى البهجة، يعني له عدة معاني. فالأصح يعني الجامع لهذه المعاني هو بمعنى أنه القدرة الإلهية المطلقة، القدرة الإلهية المطلقة تنزل على الإمام صاحب الزمان عليه السلام في ليلة القدر، بحيث تعطيه الطاقة بأنه يعرف أعمال العباد برمتهم بالتفاصيل، يعني في ليلة القدر هذه بنت قدرة إلهية، بحيث أنه هذا الدماغ الصغير يسع كل هذه الجزئيات اللي هي مليارات المليارات، مليارات تضربها يمكن بكذا مليار جزئيات، كل شيء بيتحرك بهذا الكون كله هذا بالإمام صاحب الزمان يعرفه في ليلة القدر، يعني خواتيم الأعمال. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برحمتك أعظم. هذا
هذا الذي أشارت إليه النصوص أنه أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد استحضر الله قلبه بالإيمان. وفي نصوص تعرفوا هذا المستعرفون هذه النصوص أخرى أنه يعني من أمرهم أو من معاجزهم أو من بعض شؤونهم ما لا يحيط بكونهم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. قالوا من يعني من يعرفه من يتقال نحن أو من شئنا من الملائكة من شئنا من الأنبياء من شئنا من عباد الله الصالحين هكذا. فإذا هذه المسائل يعني نأخذها بالحسبان بأن لأما الأطهار صلواته فوق ما نتصور. وهذا المقطع المتشابه أرجعناه إلى المحكم لأن الأخبار الكثيرة دلت على أن لأما الأطهار هم سادة الملائكة هم معلمو الملائكة صلوات الله عليهم معلمو الأنبياء وهكذا. ولولا النبي الأطهر وآله المطهرين المعصومين لما خلق الله لا شمسا ولا قمرا ولا أرضا ولا 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 سماعا إلى ما. فهم أساس العلة في خلق الخلق في خلق. على هذا الأساس يكون هذا المقطع المتشابه قد رددناه إلى المحكمات العقلية والنقلية. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله غر الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين الإمام الحجة القائم المهدي المنتظر أرواحنا فداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائد بالصدق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.